يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القبوريون يقولون إن الأولياء أحياء في قبورهم وإنهم أحياء كالشهداء، فما الجواب عن ذلك وفقكم الله؟ هم الشهداء أحياء في قبورهم، أما الأولياء ما ندري، ما نجزم أنهم أحياء، حتى لو ثبت أنهم أحياء هذه حياة برزخية، ما هي مثل حياتهم في الدنيا، حياة برزخية لا يطلب منهم شيء، ولذلك تقسم تركتهم، تزوج نساؤهم ويدفنون تحت التراب، هذه خاصة حياة برزخية ما لها علاقة بالدنيا. نعم. ويقولون حفظك الله، يقول إنهم يقولون لنا إن الأولياء لا يملكون شيئا في أنفسهم، ولكن الله سبحانه هو الذي أعطاهم كامل القوة والقدرة. يا أخي، ما دام الله هو اللي أعطاهم وأنت اعترفت بهذا، ادعو الله، ادعو الله ولا تدعهم، ولا تدعهم. هذا مثل واحد قال لأحد العلماء: أنتم تعتقرون الأولياء، والله جل وعلا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال هل قال العامي، بعد ما هو بعالم، عامي، قال: هل الله قال أحياء عند ربهم يرزقون ولا قال يرزقون؟ قال: لا، يرزقون. قال: إذن أنا أسأل الذي رزقهم أن يرزقني، فخصمه وهو عامي. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء. نعم. لأن هذا عنده فطرة سليمة وإن كان عاميا، وهذا فطرته خربانة والعياذ بالله. نعم.